90 عاما للوطن منذ التأسيس. هذا الرقم ليس مجرد رقم، وإنما قيم عظيمة نستشعرها اليوم بفضل الله، ثم بفضل قيادة حكيمة وشعب متفاني عملوا بجد حتى نحصل اليوم على هذه التنمية والنهضة التي تفوق هذا الرقم بسنوات عديدة. كل عام والوطن بكل خير، كل عام والقيادة الحكيمة والشعب المتفاني بكل خير. نسأل الله سنوات عديدة من علو القمة وعلو الهمة. كل عام وأنت بخير، دام عزك يا وطن.